فريق المغرب الرياضي الفاسي بعد لحظات. المغرب الرياضي الفاسي في ثاني لقاءات بقيادة الكاس الثامن برصيد 32 نقطة، تلعب ركلة قياسية، جول 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 واي جول، ارتقاء أكثر من رائع من جانب أنس الداوي يضيء الطريق للمغرب الرياضي الفاسي في مرمى النادى البركانية براسية تستقر في شباك الحارس من الوعد، هدف يأتي تقريبا في حدود الدقيقة 12 من جانب أنس الداوي، سعد جدا بهذا الهدف عمر حاسم الطبيعي، يمل أن تكتمل المهمة في مبارياتكم بالإمكان أفضل من مكان ليل المغرب الرياضي الفاسي، وكذلك بالنسبه لفريق النادى البركاني. يوسف الفحلي انطلاقه العرضيه عبر القيم الثاني، هناك عبر من يظهر حمزه المستوي العرضيه والتغطيه الدفاعيه عبر سلسله دير مسا، تفرز هذه الكره تلعب مقوسه سلسله كره حمزه المستوي للدار، كره عماد رياحي اختار العرضيه لكن تدخل من جانب تدرك تدرك يتدرى دعم المسرد يختار العرضية عبر القيمة الثاني، ورسية الشرقي البحري المغرب الرياضي الفاسي طويلة في العمق والتقدم ثم خروج الحارس من الوعد. يوسف قردوم يظهر من جديد جبريل وترى، خطأ يمنح الحكم لفائدة النادي البركانية، باكر الهلالي على مستوى عملية تنفيذ عن خطأ، باكر الهلالي عبر القيم الثاني بعيدة، كرة باكر الهلالي كانت ساكتة في اتجاه منطقة فريق المغرب الرياضي الفاسي، لكن جاء يظهر حمزة المساوي تقدم من الجهة اليسرى، عرضية وارتماء من طرف الحارس عبد العالي المحمدي. عبد العالي المحمدي 31 سنة من الجهة اليسرى أو من الجهة اليمنى، هنا العرضية والراسية وكرة الشرقي البحري جانبا على مرمى الحارس عبد العالي المحمدي. عرضياته قد تظهر لمساته، هنا العرضية الراسية وبغرابة هذه الكرة تشادراك موسونغو جبريل وتوي مساوي البحيري خدوات، لكن الكرة بعيدة، كرة ياسين البحيري عبر من أمامية، تقدم من طرف جبريل وترى يتحصل على مخالفة لفائدة فريق النادي البركاني. أو البحيري مساوي في التنفيذ السريع عبر القيمة الثاني، متابعة لكن بعيدة، كرة بعيدة. يظهر من يظهر محمد علي بن معمر، كرة سفيان الكسير ضعت على سفيان وارتكب الخطا، سفيان الكسير يمنح بذلك ياسين البحيري تمشي كرة راسية. جول 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 جول، والهدف يرفض بداعي التسلية في انتظار ردة الفعل، هل تظهر مرة أخرى للتسديدة؟ أوووو تشادراك موسونغو والقيمة الأيسر لمرمى عبد الحالي المحمد، قدم دائما تلعب الكرة هنا خطيرة، فرصة فرصة والتسديدة جانبية من طرف عادل التحيف، كانت في الشباك كانت في الشباك كرة عادل تحيف، لكن في الطرق في اتجاه مرمى الفريق النادي البركاني، راسية وجانبية، كرة خطيرة كانت لفريق النادي البركاني. النادي كازف من وسط الميدان، مشى يوسف وسقط يوسف وخطأ يحتسب حكم المباراة لفائدة كرة بالعومة، مشيت ياسر البحيري طويلة، كرة أمامية بدون عنوان من جانب ياسر البحيري، كرة أخرى يوسف التقدم، لكن هنا التدخل مع معمر خطأ، هنا الفرصة للعرضية والخطورة، كرة ترتطم إلى عارضة وحاول أن يقوم بعملية التمرير، لكن كانت كرة علوية، كرة كانت عالية بذلك اصطدمت ب التقدم عبر الاطراف من جانب لاعب النادي البركانية، يسقط في هذه اللحظات وإشارة بمخ، لاحظوا كم ماشية دفاعية مساوية وراسية وبين يدي الحارس عبد العالي المحمدي، راسية انطلاقة الشوط الثاني والصافرة من جانب الحكم والبداية من طرف عناصر فريق المغرب الرياضي فاز النهضة، وذكرت خلف سفيان الكزير، هنا العرضية وهنا الكرة الراسية والحكم ماذا يقول، يشير خطأ لفائدة فريق النادي البركاني
فرصة اكتسات طبعا الخطورة، ضغط بعد ذلك سجل هدف، لكن الحكم أمر طبيعي سيعاني المغرب الفاسي في هذا الشوط الثاني. هنا كرة راسية تمر جانبية، قلت سيعاني لأنه نادال سيكون الشغل الشاغل بالنسبة له هو الوصول لشباك الحارس. كريم باعتي يختار العرضية عبر القائمة الثانية الراسية، جول 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 جول، والجول ظهر في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني بعد راسية كانت من جانب الشرقي البحري، كانت العرضية على المقاس من عبد الكريم بعدي، بعدي حضر الكرة على المقاس في اتجاه الشرقي البحري الذي يسكر في شباك الحارس عبد العالي المحامدي. واضحة قلت لكم الإشارة بأنه النهضة سيلعب ورقة في الجولة الثانية، سيضغط ثم بضربة راسية، كرة ركلة ركنية هذه المرة عبر القيمة الثانية، ارتقاء فرصة خطيرة. أوه عبد العالي المحمدي هذه المرة يظهر بعد راسية جبريل وترى الحل الدفاعي ما دام يختار الزيادة العددية الدفاعية. هنا تلعب طويلة مباشرة إيميكا وتشانغا وتشانغا وتشانغا، خطيرة خطيرة خطيرة، وفرصة الثانية للمغرب الهدف الفاسي ضاعت، فرصة الثانية عبر لويس ميكاو تشانغا، تقدم وغدر ثم رد، سيختار العرضية ارتقاء فرصة، وراسية الشرقي البحري الجانبية عن مرمى الحارس عبد العالي المحمدي. طويلة كرة بابية مشات فرصة، خروج الحارس عبد العالي المحمدي يتدخل، مشات كرة بابية فرصة التقدم من طرف ناصر النهضة، لكن خطأ يقول الحكم لفائدة البرتغالي. حري تلعب كرة تسدد كرة خطيرة، كرة حمزة الموسوي اكتسب طبعا الخطورة وشدت عبد العالي المحمدي يبعد صداعات، فرصة الثانية عبر لويس ميكاو تشانغا، تقدم وغدر ثم رد، سيختار العرضية ارتقاء فرصة، وراسية الشرقي البحري الجانبية عن مرمى الحارس عبد العالي المحمدي. طويلة كرة بابية مشات فرصة، خروج الحارس عبد العالي المحمدي يتدخل، مشات كرة بابية فرصة التقدم من طرف ناصر النهضة، لكن خطأ يقول الحكم لفائدة البرتغالي. حري تلعب كرة تسدد كرة خطيرة، كرة حمزة الموسوي اكتسب طبعا الخطورة وشدت عبد العالي المحمدي يبعد.